السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي يونت 9 at the farm part 2 الجزء الثاني. بقول لك الأول أهوت ما تفرجش على البارت 2 الجزء الثاني اللي أنا هشرحه دلوقتي إلا لما تكون راجعت بارت 1 الجزء الأولاني كويس، حفظت كلماته كويس وكتبتها وسمعتها لماما في كراسة التسميع اللي إحنا متفقين عليها. أوكي؟ open your book افتح كتابك page 41 connect with music connect مع الموسيقى let's sing هيا بينا نغني. خلي بالك عندنا اغنيه جميله جدا اوكي، وانا هبقى اسيبك هسيب لك تحت في descriptions في الوصف رابط بتاع الاغنيه بحيث انك ايه تسمعها وتعرف اصوات الحيوانات. عندنا الكاو صوتها ايه؟ با. تمام، قول معايا يلا با با. طب صوت البطة مو مو. صوت الخروف ها كواك كواك صح؟ لا ضحكت عليك، عندك صوت الخروف هو اللي مو وصوت البطة كواك. ركز بقى ويلا نغني مع بعض الأغنية بعنوان The Animals on the Farm الحيوانات في المزرعة. ركز بقى كده مع مستر حمدي عشان تعرف ان انا صوتي جميل وبعرف اغني. اشوفك انت وانت يا جميله بتعرفي تغني زيي ولا لا. The cows on the farm say mo 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 mo. The cows on the farm say mo 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 all day long. ايه رايك؟ ركز يلا في النص اللي تحت. The sheep on the farm say pa 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 pa. The sheep on the farm say pa 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 all day long. طيب آخر جزء يلا. The ducks on the farm say quack 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 quack. The ducks on the farm say quack 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 all day long. ايه رأيك بقى في الأغنية الجميلة دي؟ صوته جميل؟ اوكي؟ يلا كررها بقى كتير وغنيها عشان تعرف ايه أصوات الأنيمالز وتكون حفظت طبعا الكلمات عشان تبقى الأغنية سهلة معاك. وأنا زي ما قلت لك هسيب لك الإيه؟ الرابط بتاع الأغنية ديت موجود تحت فين؟ في وصف الفيديو في الديسكريبشنز. نيكست بيج الصفحة التالية. عندك في بيج 42 المهارة سكيلز هنا الريدن تقرأ and speaking وتتكلم. أنا قلت لك قبل كده إيه لازم تقرأ كويس عشان تعرف تقرأ الكلمة كويس وتتكلمها وتنطقها كويس. Look انظر count and complete انظر وبعدين عد وبعدين أكمل تحت في المربعات اللي تحت دي هنعد مع بعض الأنيمال. وبعد كده ask and answer زي الأسئلة اللي تحت دي. ركز في الصورة الأول كده وعايزك قبل ما تبص تحت تشوف كم حصان موجود قدامك، كم بقرة، how many horses، how many hens، كم عدد، how many cows، how many goats، okay، how many sheep. طيب تحت يلا معايا عندك الهورسز تحت في المربع هوت، أنا عامل لك سهم عليها هوت. الهورسز كام؟ how many horses؟ there are three horses، okay. طب الهنز الدجاج، تعال يلا نعد الدجاج كده وهنكتب النمبر بتاعه 1 2 3 في 3 تحت اهم 4 5 6 يبقى 6 اكتب في المربع يلا ايه 6. طيب هاو ميني كاوز ار ذير كم عدد الابقار؟ طبعا الابقار هتبقى سهله لانها كبيره في الحجم 1 قريبه مننا 2 ها 3 بعيده هناك اهي ورا الحصان يبقى ايه 3 كاوز اكتب يلا في المربع في السكوير 3. طيب يلا how many goats are there كم عدد الماعز؟ ها 1 2 ها في واحدة صغيرة تحت اهي 3 برافو يبقى 1 2 3 يبقى ايه 3 goats 3 goats اوكي. هسيبك انت بقى تعد البيردز الطيور والفيش السمك والكاتس القطط وشيب الخروف. طيب بعد ما نعملهم بقى عندنا السؤال احنا خدنا قبل كده في بارت 1 ايه؟ ها؟ There is. طب انا عايز يا مستر احولها سؤال There is يوجد. طب عايز اقول هل يوجد للمفرد تبقى ايه؟ ها؟ Is there. طب يوجد للجمع؟
there are. طب عايز احولها سؤال بس، هتعملها كده تبديل بس، تعكسهم كده، يبقى ايه؟ are there. اول سؤال are there any donkeys، هل يوجد اي حمير هنا في الصورة؟ ها لو موجود هتقول yes there are، مش موجود no there aren't. موجود قدامك في حمير في الصورة؟ ها بص كده كويس 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 كويس، لا مفيش، يبقى ايه؟ no there aren't، اللي هي الاجابه اللي مظلله باللون الاحمر. طيب نمبر 2 قصادها مش تحتها، are there any fish، هل يوجد اي سمك؟ ان شاء الله سمك جميله وبيطير اهو، يبقى yes there are، yes there are. 3 are there any goats، هل يوجد اي ماعز؟ ها بص كده طبعا في ماعز، yes ها there are، yes there are. اوكي اخر سؤال 4 are there any sheep، هل يوجد اي خرفان؟ ها بص كده كويس، sheep sheep sheep، الخرفان موجود، خرفان ولا مفيش؟ ها ده مفيش خرفان خالص، يبقى ايه؟ no there aren't، no there aren't. اوكي يبقى السؤال بي are there any، طبعا any دي بتيجي في النفي والسؤال، تمام؟ are there any، yes there are، no there aren't. وما تنساش بعد yes و no يبقى في كوما على السطر، ونبدأ yes الواي كابيتال و no الان كابيتال، وفي نهاية الجملة يكون full stop. اوكي يا الله يا ابطال، على اخر بيج الصفحة الاخيرة في بارت 2 في الجزء الثاني ليونت 9 بيج 43 صفحة 43، مركزة على مهارة الريدنج. احنا قلنا على فكرة عندنا الانجليش سكيلز، مهارات، اوكي listening reading writing speaking، الاربع مهارات بتوع الانجليش، كويس لازم تركز فيهم. listen استمع point and see، عندك ثلاث صور، الاول 3 pictures، ركز معايا كده يا حبيبي. ها بص مع الصورة الاولانية فيها ايه؟ فيها دجاج، فيها بقر، فيها حصان، تمام؟ على فكرة مفيش فيها خرفان مثلا، صح ولا لا؟ مفيش فيها ايه كمان؟ سمك. يبقى انا عايزك تركز في الصوره كويس، عشان كل صوره فيها حاجه مختلفه عن التانية. الصوره التانيه اهيت عندك خرفان وعندك دونكيز، الصوره اللي فوق ما كانش فيها دونكيز. طيب بيكتشر 3 الصوره التالته فيها دونكيز موجود، فيها شيب خرفان، فيها دجاجه واحده بس، مفيش فيها دجاج كتير، مفيش فيها حصنه، تمام صح ولا لا؟ طيب تعال بقى تحت بعد ما ركزنا في الصور كده، read اقرأ and write the correct number. هنعمل دايرة او هنكتب الرقم الايه الصحيح. ثلاث جمل on the farm، بشوف بادئين ازاي، on the farm on the farm on the farm. طيب تعال بقى نركز عشان نعرف كل صورة، تمام، ونرقمها ونكتب رقمها في السكويرز الموجود، المربع اللي في اخر الجملة. on the farm اول جملة، في المزرعة there is a hen، يوجد دجاجة واحدة. ركز بقى فين في الصورة دي، 1 ولا 2 ولا 3؟ ها there are some sheep، يوجد بعض الخرفان. there are donkeys، يوجد حمير كثيرة. يبقى الصورة انهي، ها برافو 3 الأخير، عشان فيها دجاجة واحدة تحت على اليمين اهي، اكتب في المربع في الآخر يلا 3. يلا لسه عندنا جملتين، عندنا صورتين، جملة اللي في النص on the farm، في المزرعة there is a goat، يوجد معزة واحدة. خلي بالك في ناس بدأت تعرف. there are cows، يوجد أبقار. there are hens، يوجد دجاج. طبعا الصورة هي الأولى، برافو 1، اكتب يلا 1. آخر حاجة طبعا بآخر صورة on the farm، في المزرعة there are sheep، يوجد خرفان كثيرة. There are donkeys، يوجد حمير كثيرة. There is a cow، ويوجد بقرة واحدة. طبعا الصورة هي number 2. اوكي سهلة، تمام. بكده بإذن الله حبايبي وصلنا لنهاية بارت 2 الجزء الثاني في يونت 9 للوحدة التاسعة اللي هي بعنوان add the farm. محتاجين دعمكم، لايك للفيديو وشير، تشيروا في الجروبات اللي بتتعلق بالجروبات التعليمية طبعا، مش أي جروبات، و سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان بإذن الله يوصلك كل جديد. Thanks for watching، شكرا على المشاهدة، goodbye.